شبان. سبحان من علت له الوجوه فهو الكريم يجيب من ناداه. هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه. حجبته أسرار الجلالة فدونه تقف الظنون وتخرس الأفواه. صمد بلا كفء ولا كيفية فمن النظراء والأشباه. سبحان من علت له الوجوه وله سجود أوجه وجباه. سبحان من علت له الوجوه والكل تحت القدر وهو إله. الله يا الله يا الله يا الله رفع السماء ترونها من غير أعمدة لها عصماء والأرض أرساها وما تحت الثرى لكي لا تميل بأهلها البطحاء. نصب الجبال بقدرته وبحكمته جل القدير وما له شركاء. خلق الأنام من التراب ونطفته ثم كسى العظام وما بعدها الإنشاء ليبين الإبداع في تصويره ويقر في الأرحام ما يشاء. الله يا الله يا الله يا الله يا قدوس يا الله أنت القوي وكلنا ضعفاء. نسألك من فضلك العظيم فأنت الغني وكلنا فقراء أن تجمع شمل المسلمين وتوحد صفنا لكي لا تشمت في دينك الأعداء. ونصلي ونسلم جميعا على صاحب الكتاب الأبقى والثوب الأنقى والقلب الأتقى حضرة المصطفى محمد رسول الله. لقد قال جبريل عليه السلام لقد طفت الأرض مشرقا ومغربا ما وجدت أتقى وأنقى من قلب محمد رسول الله. نور النبي محمد كشف الدجى كالبدر عند الليلة الظلماء. نور على نور مديح محمد حقا برغم الأعين العمياء. يا ويح أرباب الجهالة عندما أقبلوا وقلوبهم كالصخرة الصماء. جاءوا لعم النبي وحبيبه وتكلموا بغلظة وجفاء. قالوا له ابن أخيك قد فرق بيننا بل عابدين القوم والآباء. إن كان ما يأتيه مس جاءه من الأطباء بخير دواء. وإن كان يبغي المال جئناه به حتى يضيق بذلك الإسراء. وإن كان يبغي الجاه كان مليقنا فهو الرئيس وسيد الوجهاء. هنا يتكلم النبي بثباته ووقاره ويقول والله يا أرحم الآباء لو وضعوا القمر والشمس المنير إذائي ما كنت تاركا ما أمرت بفعله حتى أتمه ولو بثنائي. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها السادة الكرام اسمع موم عائلات أبو هدرس الأكارم تقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من شرف هذا المكان من أهل هذه البلدة ومن البلاد المجاورة. باسم فضيلة القارئ الشيخ مصطفى أحمد هدرس نشكر كل من شرف هذا المكان من السادة القراء. أيها السادة الكرام معنا من مبتهلين اتحاد إذاعة وتلفزيون الجمهورية مصر العربية المبتهل الأول الذي شرفنا من محافظة المنوفية فخر قرائها ومبتهليها شعبان عبد الجيد شعبان. ومعنا أيضا من مبتهلين محافظة الشرقية منبت القرآن الذي تربى وتأدب على مائدة القرآن فضيلة المبتهل الإذاعي اللامع القدير إبراهيم السيد راشد. وحضرنا أيضا من قراء محافظة المنوفية الأعلام شيخنا الجليل ذو القدر الكبير الذي دائما ما يذكرنا من فضيلة القارئ الشيخ محمود علي البنا شيخنا فضيلة القارئ الشيخ العزب سالم. وأقول له من بنا إلى بنا
الكل يجلس يستمع ويتهنى، لكن فضيلة المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد صاحب أدب وواجب، وقال والله لا أصعد إلى المنصة قبل فضيلة المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان، فهو ضيف محافظة الشرقية بأجمعها، فليتفضل فضيلته مشكورا. عم الشيخ شعبان اقعد يا عمرو ساكت. عم الشيخ شعبان والله مطلب جماهيري. سيدنا الشيخ ابراهيم والله المطلع قبله ابدا. الفاتحة زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام، وسيدنا مولانا الإمام الحسن وسيدنا مولانا الإمام الحسين وأختهما السيدة زينب قرة كل عين، أولياء الله الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها، شيل الله الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنتم أهل الأدب والوارد وأهل الاحتفاء والاحتفال وأهل الود والوداد وأهل الحب والوفاء. قلت لأحباب سيدنا رسول الله، أنا عايز أسمع رب السلام من كل محب لسيدنا النبي في المكان حضر بصوت عالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ليلة الشكر حضر أهل الأدب والوالد من كل حدب وصوب لكي يشاركون أخاهم فرحته بنعمة من الله بها عليه. حبيب أهل القرآن أخي وحبيبي فضيلة الشيخ مصطفى هجرس دعا أهل الحب وأهل الشكر في هذه الليلة المباركة لكي يشكر الله على نعمه التي من بها عليه. ومن حسن الطالع وهو يحتفي في هذه الليلة بتطبيق سنة الحبيب محمد عقيقة المولود، إذ بالأمة الإسلامية بأسرها تحتفي وتحتفل في ربوع الدنيا بأكرم مولود حوى شرفا وفضلا سيدنا النبي. سيدنا النبي، أنا قلت سيدنا النبي وأنا بين أهل الحب لسيدنا النبي. وقبل أن أبدأ أستأذن الحضور جميعا أن نقف جميعا وقفة اعتذار لرسول الله. تفضل تفضل. ونحن نعلنها صراحة أمام العالم بأسره من هذا المكان هي نصرة لرسول الله، ونقول للعالم بأسره أننا نحب رسول الله. اللي حب سيدنا النبي يرفع ايديه. ده بسمع صلاة على سيدنا الحبيب. الفنان الجميل صاحب الأداء المتميز
شيخي وابن شيخ المشايخ صاحب الإيثار أخوي الحبيب الأستاذ المبتهل والفنان الجميل أستاذ إبراهيم السيد راشد، آثرني على نفسي إن دل فإنما يدل على أنه ربيب بيت القرآن، كيف لا وهو ابن شيخي وأبي الروحي عم الشيخ سيد راشد الذي أشهد الله أني أحبه في الله وهو من بيت القرآن، فله مني كل تحية وتقدير. كما أهدي تحية لكل من حضر في هذا المكان من أحبابي من أهل القرآن، كل باسمه، خوفا من الخطأ والنسيان، فهم دائما أهل أدب وواجب وأهل فضل. ولكن هتحتفل ازاي يا شيخ مصطفى بالليلة دي قلب القرآن وبالوعظ والإرشاد، وهو سيدنا الأستاذ الدكتور عبد الحكم قاعد اهو جاي مشرفنا، وأهل العلم وأهل القرآن وأهل المديح في حضرة سيدنا النبي، هو ده احتفائنا بالنعم. لا نسمع صلاة على سيدنا الحبيب بصوت عالي، ما هو المنشد ما يشتغلش إذا كان في جمهور يشغله، وأنا أعرف جمهور شبرا النخل عامل ازاي. لا نسمع صلاة عليه بصوت عالي. طب من ورا من ورا اسمع صلاة على سيدنا النبي. صلوات ربي وسلامه وبركاته عليك يا رسول الله. الميم منهم الميم منهم مراد الله أوجد لا والحا الميم منه مراد الله أوجانا والحاء في وميمه الوسطى سيدنا النبي وميمه الوسطى قبل الدال تعلمنا أنه الملك والملك الملك والملكوت كلهم
ودالوه دلت على أن الوجود له وأنه خير خلق الله كلهم. أسمع لفظ الجلالة الله من القلب. أحببنا في اليمين هنا الله سامع الله. طب في اليمين الثاني، طب أحببنا اللي قاعدين ورا دول نسمع لفظ الجلالة من القلب ما شاء الله. الكل الله الله بأعلى صوت الله. سيدي يا حبيبي يا طبيبي يا رسول الله. سيدنا النبي يا حبيبي يا خذ عن لساني خذ عن لساني خذ عن لساني خذ عن
صلى على سيدنا النبي دواء، صلى على سيدنا النبي دواء لا مر فيه. انا مش بغني، انا جاي اوصل لك رساله ان دواك في الصلاه على حضره النبي. لا مر فيه ففي الصلاه حلاوة وبطعمها تحلو الحياة وتنتشي دنياه ويعم في أوصاله نور الرضا ويعم في أوصاله ويعم في أوصاله نور الرضا ويعم في أوصاله نور الرضا ويعم في أوصاله نور الرضا والوصل كده بقى نصلي كلنا على سيدنا النبي، نصلي على سيدنا النبي. مين هيصلي معايا على سيدنا النبي يرفع ايديه؟ نقول ايه بقى؟ اشمعنى تسلم الايادي تسلم بالصلاه الادي تسلم تسلم صلاة الأدي تسلم تسلم
تسلم. انا عايز اسمع الكل يقولها. خد بالك اللحن محفوظ ولكن الكلام كله عن سيدنا النبي. تسلم الايادي تسلم بالصلاه الالي تسلم تسلم يا امرنا تسلم يا من نورث ملنا تسلم تسلم يا امرنا تسلم يا من نورث ملنا تسلم يا امرنا يا من نورث ملنا والرب امر صلي على الهادي تسلم 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 الايادي بالصلاه تسلم تسلم يا نبينا تسلم يا منور حوالينا تسلم تسلم يا نبينا تسلم يا غالي علينا عيدك فرحة وزينة يا ما فرح فؤادي تسلم الايادي تسلم بالصلاة تسلم 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 يا حبيبي تسلم يا طبي ونصيبي تسلم يا حبيبي يا فرحي ونصيبي ذكري لك تطبيبي ويفرح ولادي تسلم الايادي تسلم للصلاه الهادي تسلم لي يا روحي تسلم يا طب الجروحي يا طيب الجروحي بمدح لك مديحي في طول البلاد تسلم بالصلاة الهادي تسلم تسلم يا ابو الزهرة يا امام للامراء تسلم يا ابو الزهرة يا امام للامراء تسلم يا ابو الزهرة يا امام للامراء نهدي لكم شكرا من حاضر اوبادي تسلم تسلم بالصلاة الهادي تسلم يا نبينا يا غالي علينا تسلم يا نبينا يا غالي علينا تسلم يا نبينا يا غالي علينا ليلتك بتغزينا فتى ويا زبادي تسلم الايادي تسلم في الصلاة تسلم تسلم يا حبيبي تسلم بالصلاة الهادي بقول حب النبي مدرسة ما يحبش الغلتان ولا المذبذب ولا اللي يكون فتان اللي انكتب انكتب واللي كان اهو السامة اللي انكتب انكتب واللي كان اهو
اللي كان أوكاد واللي حكم حكم واللي حكم الكل مقتدر حناد يا بنت حلوة ويا مجمعة ويا كلمة الإسلام يا كلمة الإسلام مدام الحب سكن اللب بينعش الأبدان على شط بحر المحبة قبلتني وانا تيجان هي ماما الكريمة ومشي من ورا غني تمان قلت لها دعبان يا ماما وجسمي امتنى اوغان قالت لي مهلا يا ولد ده كل شيء له اوان بكرة الغطا ينكشف ومنه المستخبى انا قلت وما بحضرة النبي اللي الحضر الهلال اني جواب السعادة بيمان من العين سيدنا النبي صلوا عليه حبيبي انا اللي هقدم سيدنا الشيخ ابراهيم حاضر في ليلة الحب يبقى الليلة بتاعتنا كلها حب وليلتنا صباح ان شاء الله وكلها حب في سيدنا النبي واللي حب سيدنا النبي صلى عليه ومعايا اخويا الحبيب الاستاذ ابراهيم راشد تعالى جنبي يا غالي عشان حبايبك تمتعهم بمديحك وانشادك في حضرة سيدنا النبي الله صلوا عليه قول وعلى قدر الحب يأتي العطاء اللي هنا سيب نفسك لله سيب نفسك لله وما كان لله دام واتصل خد بالك خد بالك الليلة دي كلها مدد والناس دي كلها جاية تشحن قلوبها شحنة لو خالف حب سيبنا النبي والله ما فيش اي مصلحة خد بالك يعني لله محدش حضر الليلة دي الا لله لله حبا في سيدنا رسول الله لا خلي كل واحد يقف يقعد سيب كل واحد على كيف كل واحد يحب على مزاجه صل على سيدنا النبي صل على سيدنا النبي الله 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 ما دمت قلت بالحب يبقى كله بالحب صلوا على صاحب الحب هو اللي علمنا الحب يا ربي صل على الحبيب سيدنا النبي يا ربي صل على الحبيب حضرة النبي ببعت سلامي لسيدنا النبي وبقول له عاشق جمالك يا سيدنا النبي انا كله ببعت سلامي واحتراماتي وابتهالاتي
وأشواقي إلى سيدنا النبي وباء اللؤلؤ راشد جمالك يا سيدنا النبي أنا كل لما تزور مقامه ولما تقف قدامه لما تزور مقامه ولما تقف قدامه كله يضيع علينا انت غالي علينا كله يضيع علينا انت غالي والله الله أكبر ما شاء الله العظيم ما شاء الله إن مت في الحب إن مت في الحب بتلومني يا خالي علشان حبيبي علشان طبيبي علشان ضميري علشان حبيبي سيدنا النبي اللي شغل بالي أريد وحال جذب يا أهل شبرا بقى حال من حالي قول خلي بالك معانا عمالقة معانا عصفورين احنا بالنسبة لهم نمل فضيلة الشيخ سامي فضيلة الشيخ محمد حميد يعني بس يعني كله هيتزنق ان شاء الله عم الشيخ خالد ان شاء الله حبيبي صلى على سيدنا النبي صلى على سيدنا النبي لو سمحتوا ما فيش حد يقف في ريح المشايخ لو سمحتوا بعد اذنكم عايزين نسمع ونتمتع بسيدنا النبي ما فيش حد يقف قدام المشايخ لو سمحت اللي هيجي هنا اقول لك عليه يا حبيبي
باشمهندس ناصر صلاح، وده راجل كان عيد ميلاده من يومين، وده بيحب سيدنا النبي جبر الخواطر على الله قولها. حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، يلا معانا. حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، حبيبي حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، سيدنا النبي حبيبي، سيدنا النبي شفيعي، سيدنا النبي طبيبي حبيبي، يا سيدنا النبي. صلوا عليه صلوا عليه. قول يلا ولا وديها لك صبر؟ نقولها صبر. صلوا عليه صلوا عليه نبينا العربي، صلوا عليه صلوا عليه. أصبحت أصلي علي التملي، أصبحت أصلي علي التملي، أصبحت أصلي علي التملي، أصبحت أصلي علي التملي، أصبحت أصلي علي تملي، 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 أصبحت أصلي علي تملي. أبو الهال كنت مش لي أنا ماشي يلا. أصبحت أصلي علي التملي، والقلب قال لي صلي عليه صلوا عليه صلوا عليه، نبينا الهادي صلوا عليه. جانب منامي أغلى الأسامي، جانب منامي عايز اسمع من نفس الطبقة اللي بقول منها ونفس المكان. جانب منامي جانب منامي جانب منامي جانب منامي جانب منامي، سيدنا النبي جانب منامي، حضرة النبي بنامي، أغلى الأسامي جانب، أغلى الأسامي سيدنا محمد صلوا عليه صلوا عليه، وعلي نبينا العربي صلى عليه. ألف يا لو لي نبيت، ألف يا ريت لو لي نبيت مع أهل البيت، واتملى عليه قل له علينا نفسه يجيلك، قل له علينا نفسه يجيلك ويغني لك، سمع عليه
دايق لقيت حبايب الله عايز اسمع لقيت حبايب انتوا مكسوفين ولا حاجه؟ حد مكسوف يصلي على سيدنا النبي؟ حد مكسوف يعلي صوته؟ احنا في فرح، احنا في ليله فرح، عبر عن اللي في قلبك بصلاتك عليه. لقيت حبايب الكل دايب، لقيت حبايب الكل، لقيت حبايب، لقيت حبايب لقيت حبايب الكل دايب، لقيت حبايب الكل دايم، لقيت حبايب الكل دايم، لقيت حبايب الكل دايم، لقيت حبايب الكل دايم، مفيش محاسب صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا عليه نبينا الهادي، صلوا عليه مدى روح روح وطب جروح، مدى روح روح وطب جروحي، يا روح روحي، يا روح روحي، عيوني علي وانا مشتاق لك، نفسي اقابلك، انا مشتاق لك، نفسي اقابلك وابوس نعلك، عيني عليك، صلوا عليه، صلوا عليه يا شبر النخلة، صلوا عليه، صلوا عليه، صلى عليه فينا الهادي، صلى عليه رسول الله. بقول نفسي أزور النبي لكن ما هوش بيدي، نفسي أزور النبي، نفسي أزور حضرة النبي يا أبو حميدة، لكن ما هوش بيجي، طال انتظاري، طال انتظاري يا أبو صلاح ومستني مواعيدي، إن مت قبل ما زار يا شعبان. ربنا ما يطولش عليك، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. جاي يا مولاي، الله يفتح عليك، صلاة النبي الموت في الحب يعني، الله يفتح عليك. الموت قبل ما زور يبقى من الأشواق، الموت قبل ما زور يبقى من الأشواق، Oh.
تم سعدي وزرته يبقى يوم عيدي. أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك أنا ضيف الله، أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك أنا ضيف الله. وكلمني أحك البيت أقربتي ولبيته وسعيت وأنا داخل عالبيت غنيت، أنا ضيفك أنا ضيفك أنا ضيفك يا رسول الله، أنا ضيفك أنا ضيف الله. أنا لو سألت واحد في اللي قاعدين وقلت له عدد زوجات سيدنا النبي كم، حد يعرف؟ عشان الراجل ده طريفها قبل ما أبدأ. كم؟ 10 11 ها 9 ها. طب تيجي نقولهم مع بعض يا سيدنا الأستاذ إبراهيم؟ جاهز يا باشا؟ نقول مع بعض. زوجات الله كالشموس بالبشر، الله الله، وذكرهن بالهدى فينا انتشر. كالشموس بالبشر، الله الله، وذكرهن بالهدى فينا انتشر، الله الله. خديجة الطاهرة النقية، الله الله، أولى النساء الكريمة الذكية، الله الله، ومن نساء الأجهل سودة، الله الله، وبنت نحش زينب وحفصة، وهو زينب بنت خزيمة آتت، الله الله، بين النساء من ضياء أشراقت، الله، عائشة البريئة الصديقة، الله الله، كانت لطاقة بالهدى رفيقة، الله الله، أم حبيبات النوى العدناني، الله الله، من مكة بنت أبي سفيان، الله الله، وهند بن أم سلمة، الله الله، نالت من المختار أسمى كرامة، الله، صفية من معشر اليهود، الله الله، قد أسلمت للخالق المعبود، الله الله، وذات خير قد أتت شويرية، الله، لقومها بزيجات مباهية، الله الله، ميمونة خاتمة الزوجات، الله الله، وقد أنارت في سماء الطاعات، الله الله، فهن إحدى عشرة الله مصطفى، الله الله، مارية الكو يمين المصطفى، الله الله، صلوا على المختار طه الغالي، الله الله، والصحب والأزواج ثم الآلي، يا رب زدنا بالصلاة والتقى، الله، قلبي بحب المصطفى تعلق، الله، وارضى عن الأزواج والأصحاب والآل والأتباع والأحباب. سيدنا النبي، سيدنا النبي،
احنا نقول حاجة لشبر النخل مخصوص تبقى للتاريخ عاملينها، بس انا مش هتنازل اللي ما فضلت الشيخ محمد حميدة يجي يقف هنا، فضلت الشيخ سامي الجندي دوته بسيط خمس زاي في حب سيدنا النبي. والله هو رزق المستمع، ساقه الله على ألسنتنا، يرزق المتكلم بنيت السنة، وده مدد ربنا بيسوء الحبايب، واشهد الله أني أحبكم في الله. وانتو مجازين نقول مع بعض، أنا ماليش دعوة، هو أكيد في الحضور ناس من برا البلد صح؟ مش من البلد كلها يعني، فاحنا هنغنيها وفي حب سيدنا النبي برضو. ماشي يا حاج، يا حاج ترد. ها شبر النخلة يا شبر النخلة، المهموم لو جاك بيخلى. شبر النخلة يا شبر النخلة، للمهموم لو جاك بيخلى. شبر النخلة يا شبر النخلة، المهموم لو جاك بيخلى. أهلا بيكو يا بابي وسهلا، مدحي النبي بدوينا ونحلى. شبر النخلة يا شبر النخلة، للمهموم لو جاك بيخلى. شبر النخلة يا شبر النخلة، للمحبوب لو جاك بيخلى. أهلا بيكو يا حبابي وسهلا، مدحي النبي بدوينا ونحلى. يا ما تلاميذ كانوا كالنملة، صبحوا العلماء وصعدوا الأعلى. يا ما تلاميذ كانوا كالنملة، صعدوا العلماء وصبحوا أعلى. الهجا راسي ودعا لكم راشد، الهجا راسي ودعا لكم راشد، قالكم بروحوا جنبكم ناشد. شبر النخلة يا شبر النخلة، للمهموم لو جاك بيخلى. شبر النخلة يا شبر النخلة، للمهموم لو جاك بيخلى. طه حبيبي هو السيد، ودويتو معدي الجيد. طه حبيبي هو السيد، ودويتو معدي الجيد. صور بإخلاص وفلاح، يا سيدي ناصر يا ابو صلاح. شبر النخلة يا شبر النخلة، للمهموم لو جاك بيخلى. شبر النخلة يا شبر النخلة، للمهموم لو جاك بيخلى. شبر النخلة يا شبر النخلة، للمهموم لو جاك بيخلى. شبر النخلة يا شبر النخلة، للمهموم لو جاك بيخلى. الهجر سودا عليكم راشد، قالكم بروحوا قالكم ناشد. أحمد ابنه يا حبة عينه، أحمد ابنه يا حبة عينه، فيه البركة بنت نمارد. شبر النخلة يا شبر النخلة، للمهموم لو جاك بيخلى. النخلة يا شبر النخلة، للمهموم لو جاك.
وسلم يا كل سامع على محبوبنا أبو نور ساطع. صل وسلم يا كل سامع على محبوبنا حبيب قلوبنا على محبوبنا حبيب قلوبنا أبو نور ساطع. وأنا مغرب بمديح الهادي المصطفى يا هجر سيدي. صلى على سيدنا النبي يا شبر النخلة شبر النخلة يا شبر النخلة يا عم شبر النخلة يا شبر النخلة للمهموم لو جاك بيخلات كل بلاد الله فيها شادي في كل محيا وفي كل وادي كل بلاد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الإسلام دخل أكبر. أشرقت شمس الهدى وأتى البشير يزف بشرى محمد. الحمد لله أسلموا يا سيدنا. دنيا أفاق من صبات كي ترى حدثا جليلا حدثا جليلا حدثا جليلا موفيا بالموعد وصحت على صوت الأذان بعد قضاء ليل أسوادي. الله أكبر. أشرقت شمس الهدى وأتى البشير يزف بشرى عنك الحب وفيك الحب ومنك الحب يا من فينا ومنك عرفنا بعد القرب يا محبوبي يا محبوبي يا محبوبي يا محبوبي يا محبوبي يا بك وبهديك أدخل عند الرب منك النور وفيك النور وعاك النور لما رأينا نورك وارك زاد القلب حين عرفت طريقك
بنيك بدأت الوضوء إن أزداد الوضوء لأهلك زال الحب منك الفتح ومنك المنح وفيك المدح فيأتي الشرح ويأتي الفرح فزال الكرب هل تقبلني منك حبيبا أو محبوبا هل تقبلني منك حبيبا أو محبوبا أو منصورا أو مكذوبا فيك أحب كرمك يسري جودك يجري بدمي حصري أثمر ثمري ذهب الجد ربي قبلني في محبوبي 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 يشفعني في يوم صعب وصلاة وسلاما منا وصلاة وسلاما منا وصلاة وسلاما منا للمحبوب بقلب الصدق صلى عليه تمام يا سيدنا رغم أنوف الشر أعادي طه فوق رؤوس الساد ليلة جميلة وعسل النحلة مليان فيك يا شبار النخلة ليلة جميلة وعسل النحلة مليان فيك يا شبار النخلة ربي بارك في المولود مليان فيك يا شبر النخلة ربي بارك في المولود ويرزقنا ودا ممدود شبر النخلة شبر النخلة المهموم لو جاك بإخلاص سيدنا النبي صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه كل عام انتم بخير رجاء الجلوس في أماكنكم صدى الضيوف الجلوس في أماكنكم وعدم الوقوف سيدي يا رسول الله الشوق حركني بغير ترددي والشعر أبحر في غرام محمدي فإذا مدحت محمدا بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمدي شرف اللسان بذكر أحمد سيدي وإلى هنا أوصى فهيا رددوا يا رب صلي على الحبيب محمد
عشنا واستمتعنا مع فاصل من الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها لنا علمين من أعلام إذاعة القرآن الكريم المصرية وبجمهورية مصر العربية فضيلة المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد وفضيلة المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد على الصدى الجلوس في أماكنكم لعدم الإحراج. احنا مش هنشتغل لما الناس تقعد. رجاء الجلوس في أماكنكم. إلهي العز كل العز في طاعتك والذل كل الذل في معصيتك تعلم ما كان وتعلم ما سيكون وإنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون. أنا يا إلهي ما عبدت سواك قدست ذاتك واتبعت هداك أحببت ذكرك وارتقت بمشاعري في ظل فضلك للعلا نجواك فإذا عصيت فأنت أكرم غافر وإذا أطعت فمن نعيم رضاك فليرضى عني الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله علمتنا أنه ما من يوم يصبح فيه الإنسان إلا ذكر أعضاؤه اللسان. يا لسان اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. صدقت يا سيدي يا رسول الله يا نور قلبي في رضاك سعادتي وسرور نفسي بالذي ترضاه جعل النعيم لمن يحب محمدا وهو الذي أثنى عليه الله. يا سيد الكونين يا علم الهدى يا شمس جود لا يكفى عطاياه يا بلسما تشفى الجراح حنانه يا ناطقا بحب ما أبهاه. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام فاللقاء في انبهار بحضور أعلام جمهورية مصر العربية من قراء إذاعة القرآن الكريم المصرية الذين جاءوا إلى هنا في هذه الليلة القرآنية المباركة الليلة الثانوية لفضيلة القارئ الشيخ مصطفى أحمد هجرس والتي يحضر إليها أعلام إذاعة القرآن الكريم المصرية والتي أتى إليها فضيلة القارئ الشيخ العزب سالم القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي. إخوة الإيمان والإسلام حضر أثناء التلاوة فضيلة القارئ الشيخ رفاعي رجب فضيلة الشيخ حسام حسن. إخوة الإيمان والإسلام باسم عائلة الهايج بقرية إفنا مركز بلبيس بمحافظة الشرقية يتقدم فضيلة الشيخ رضا محمود الهايج بدعوة كريمة إلى أهالي الفضل والأدب والواجب والاحترام في كل مكان للحضور في الليلة القرآنية بمناسبة عقيقة الابنة مريم رضا محمود وأمسية في حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخميس الموافق 19/11 عقب صلاة المغرب مباشرة والدعوة عامة للجميع من أمام مسجد الشامي أيها السلام.